خلال السنوات الماضية كان للقطاع الصحي نصيب كبير من خطة الدولة للتحول الرقمي، بداية من منظومة 100 مليون صحة وانتهاء بتطبيق صحة مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد. كم هائل من الإنجازات والخطوات الرائدة اللي اتخذتها مصر لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع الصحي. وعشان ندخل أكتر في تفاصيلنا هينضم إلينا عبر سكايب المهندس أيسم صلاح، رئيس الإدارة المركزية بالمركز القومي لمعلومات الصحة بوزارة الصحة والسكان. أهلا بيك باش مهندس. أهلا وسهلا بحضرتك فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. في البداية يعني تاخدنا كده في رحلة سريعة مع أهم الخطوات اللي اتخذتها الوزارة للاستفادة من التكنولوجيا لتطوير قطاع الخدمات الصحية في مصر في ظل طبعا مبادرة التحول الرقمي اللي أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية كبيرة. اتفضل. والله يا فندم حقيقي زي ما حضرتك كنت لسه بتذكر دلوقتي، بداية من منظومة 100 مليون صحة اللي شرفت بتنفيذها، يعني منظومة خلقت لوزارة الصحة أكبر قاعدة بيانات في تاريخ وزارة الصحة. دلوقتي وزارة الصحة عندها خريطة صحية للأمراض في مصر، عارفة بالظبط في كل قرية وفي كل نجع مين المصاب بالسكر، مين المصاب بالضغط، مين اللي عنده سمنة، مين اللي كان عنده فيروس سي وخف الحمد لله بالعلاج، مين اللي عندها بريست كانسر، مين الأطفال اللي عندهم أنيميا أو تقزم أو هكذا. فبالتالي الحمد لله رب العالمين، ده ساهم في تشكيل خريطة صحية بالأمراض اللي ذكرتها ديت، واللي بتمثل تقريبا أكتر من 80% من أسباب الوفاة. فبالتالي وزارة الصحة بقى عندها طريقة جديدة ترسم بيها الاستراتيجية الصحية لمصر عن طريق بيانات حقيقية تفصيلية من على الأرض اللي تم تجمعها خلال الحملات المختلفة أو يعني المبادرات المختلفة بتاعت السيد الرئيس في حملة 100 مليون صح. ده كان أول انجاز تكنولوجي كبير الحمد لله حققته وزاره الصحه. احنا عايزين نتكلم على 100 مليون صحه بشكل اكثر تفصيلا يا باشمهندس. بالتاكيد يعني هي شهدت مجهود كبير جدا من جانبكم كل الفريق القائم عليها الحقيقه. عايزين نوضح يعني للمشاهدين ازاي تم بناء هذه المنظومه الصحيه المتكامله، بيانات كامله للمواطنين، ملايين المواطنين، وازاي ده هيفيد في المراحل المقبله في التحول الرقمي. والله يا فندم هو طبعا في البدايه احنا كان عندنا مثلا على مدار الثلاث مراحل اللي تم تطبيق فيها مبادره 100 مليون صحه لفيروس سي، كان عندنا اكثر من 20,000 مدخل بيان بيشتغلوا على السيستم في نفس اللحظه. وكنا بندخل ساعات اكثر من 750,000 ريكورد في اليوم الواحد. فدي كلها ارقام ضخمه جدا يعني مقارنه بتجارب الدول الاخرى في المجال الصحي على وجه التحديد. فده اللي ساهم في تشكيل قاعدة البيانات الرئيسية اللي أنا بكلم سيادتك عنها دلوقتي. قاعدة البيانات دي كانت بدايتها من توجيه السيد الرئيس بأن احنا نعتمد على قاعدة بيانات الناخبين أو بالتعاون يعني مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم توقيع البروتوكول التعاون اللي من خلاله بقى عندنا بيانات المواطنين نفسهم لكن ما فيهاش البيانات الطبية. أيوه. أثناء بقى حملة المسح تم تسجيل البيانات الطبية لكل المواطنين دول على مستوى السكر والضغط والسمنة وفيروس سي، ثم امتد بعد كده للسرطان الثدي والتقزم والسمنه والانيميا عند الاطفال وطلبه ابتدائي وطلبه ثانوي. يعني تم ادخال كل المبادرات فيها يعني. بالظبط يا فندم. فبالتالي بقى عندي قاعده بيانات دلوقتي من 50 مليون مواطن في فيروس سي، 12 مليون مواطن في ابتدائي ال 62، و 6 مليون طالب في اعدادي وفي ثانوي. ف يعني احنا بنتكلم تقريبا في حاجه قد تقارب ال 72 مليون مواطن عارفين حالتهم الصحيه بالظبط في مصر ايه، بالاسم، بالرقم القومي، برقم الموبايل وهكذا. طبعا ده ازاي ده هيسهل على المواطن بعد كده ان هو يتلقى الخدمه الصحيه؟ اول حاجه مثلا تطبيق صحه مصر معتمد على الرقم القومي، عشان في المقابل لما حضرتك بتدخل بالرقم القومي بتاعك بيبقى السيستم قادر يميز بالظبط الحاله الصحيه بتاعت حضرتك، فأي إرشادات أو تعليمات تظهر لحضرتك هتكون مخصصة على الحالة الصحية بتاعتك على وجه التحديد. هتكون المعلومات اللي هتجيلي هتكون مخصصة ليا أنا مش لحد تاني. بالظبط بالظبط. فأنا لو فتحت الأبلكيشن يطلع لي حاجة، وحضرتك لو فتحت الأبلكيشن يطلع لك حاجة تانية بيزد على الحالة الصحية لكل واحد فينا. ده مثلا طريقة أو يعني رافد من رافد التطبيق للاستفادة بقاعدة البيانات ديت. حاجة تانية مثلا على سبيل المثال،
التأمين الصحي، وحضرتك كنت لسه بتتكلم دلوقتي على مشروع ميكان التأمين الصحي صحيح اللي احنا يعني مسؤولين فيه وبنتعاون فيه مع يعني بيساعدنا فيه بشكل كبير جدا وزارة الاتصالات وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية وبقية الأجهزة السيادية. دلوقتي وأنا داخل الأقصر بحضر لرفع الكفاءة والبنية التحتية وهكذا للأقصر، فأنا داخل عشان أأمن على الأقصر وأنا عارف بالظبط قد إيه عندهم سكر وقد إيه عندهم ضغط وقد إيه عندهم سمنة، وبالتالي ده بيتحول بيترجم لفلوس، لأن كل مرض من دول ليه متوسط صرف معين في الشهر، فأنا عارف الأعداد وعارف المتوسط بتاع الصرف للحالة الواحدة، فبالتالي أقدر أتنبأ بإجمالي التكلفة اللي أنا محتاجها شهريا عشان الأمراض دي على وجه التحديد. نفس الفكرة بقى في بقية المحافظات، كل محافظة هبقى داخل مش داخل وأنا مش عارف اللي موجود بشكل حقيقي، لا ده أنا عندي بيانات تفصيلية عن فرد فرد جوه المحافظة دي احتياجاته الصحية بالظبط، وبالتالي أقدر أجهز البادجت بتاعتها بشكل مناسب، أقدر أجهز الفرق بتاعتي، أقول المنطقة دي أحط فيها عدد فرق قد إيه والمنطقة دي أحط فيها عدد فرق قد إيه على حسب الحالة الصحية للمواطنين الموجودين في كل منطقة من المناطق ديت. ده برضو استفادة من الاستفادات. أقول لحضرتك سامبل تاني برضو مهم اتفضل. جدا الاستفادة، احنا واحنا بنشتغل على تحليل البيانات، طبعا احنا عملنا تحليل كامل للبيانات دي وطلعنا بيها ورقه بحثيه اتنشرت في اعرق المجلات الطبيه على مستوى العالم، نيو انجلاند جورنال، ودي كانت اكبر ورقه بحثيه اتقدمت باسم مصر عن هذا العدد، عن 50 مليون مواطن، فبالنسبه لهم ده كان حاجه كبيره جدا وضخمه جدا واشادوا بيها بشكل كبير يعني. واحنا بنعمل الابحاث ديت والتحليل البيانات ديت واحنا بنعمل داتا مايننج، فجربنا احنا نشوف مثلا السكر في مصر عامل ازاي، فلقينا ان في محافظه من المحافظات اللي هي الغربيه مثلا من اعلى نسب الاصابه بالسكر في مصر كانت الغربيه، ومحافظه تانية كانت في رقم 11 اللي هي الجيزه، فابتدينا نعمل اناليسز مختلف، قلنا طب مين فيهم اللي عارف ان عنده سكر بياخد علاج وعلى الرغم من كده سكره عالي، لقينا الغربيه اعلى محافظه، طبعا جه في دماغنا الحلويات اللي هناك وعشان هي مشهوره يعني بالحلويات وهكذا، ايوه وكان جه في دماغنا برضو ان احنا ممكن نبني مستشفيات او عيادات جديده هناك عشان نقدم الخدمه للمواطنين دي، وده كان هيبقى اكبر غلط، لان احنا لما عملنا تحليل بس بشكل عكسي قلنا طب مين اللي ما يعرفش ان عنده سكر وسكره بالظبط عالي، بالظبط لقينا الغربيه نزلت رقم 13 والجيزه اللي كانت 11 بقت رقم واحد. اه ده معناه ايه؟ من هنا بقى ده بتأتي معناه أهمية جمع كل هذه البيانات عن المواطنين. بالظبط، لان ده معناه انه الغربيه عارفين انه عندهم سكر وعلى الرغم من كده سكرهم عالي عشان نظامهم الغذائي مش مظبوط، ده معناه ان انا ما ابنيش مستشفيات جديده هناك لان الناس عارفه بالفعل ان عندها سكر، لا ده انا ابني في الجيزه اللي ما يعرفوش ان عندهم سكر واروح في الغربيه اعمل حملات توعيه عن النظام الغذائي السليم اللي يعني يخلي الدواء تركيز يجي له انواع نتيجه. معينه من الخدمه الطبيه بتتطلب ان تكون هذه البيانات متوفره علشان نعرف نزود ايه فين. بالظبط، فبالتالي لو عندي موارد ماليه قليله اقدر اوزعها بالظبط في المكان اللي فعلا هيجيب لي نتيجه عاليه، فبالتالي احافظ على او اعلي قيمه اعظم قيمه الاستفاده من الموارد الماليه الموجوده عندي. الخريطه قالت لي ايه هي المشكله وموجوده فين، وكمان اقترحت عليا ايه الحل اللي يتعمل في كل منطقه من المناطق ديت. طيب احنا مرينا كده مرور الكرام في الحديث على تطبيق صحة مصر، لا هنتوقف عنده شوية يا باشمهندس لأنه تطبيق الحقيقة هام جدا، دخل عليه ملايين لغاية دلوقتي، الكل بيشهد بأنه تطبيق مفيد للغاية، بيحتوي على مجموعة كبيرة من المقالات اللي بتورينا إزاي ناخد إجراءاتنا الاحترازية لو لا قدر الله جالنا الفيروس نعمل إيه وناخد بالنا إحنا في أنهي مرحلة ونتصل بمين ونوصل لفين. كلمنا أكتر عن هذا التطبيق، أولا كيف بدأت الفكرة وما المحتوى اللي موجود على هذا التطبيق؟ طيب هو في البدايه تطبيق صحه مصر ده احنا كنا نفكر فيه من قبل موضوع كورونا اصلا عشان يكون ده المنصه الالكترونيه الرئيسيه للمواطن في التعامل مع خدمات وزاره الصحه. يعني الفكرة ما ظهرتش علشان كورونا. بالظبط يا فندم، احنا كنا اوريدي بنحضر للتطبيق ده من قبل كده لكن كنا بنحطه كمنصه كامله مش مجرد برنامج ادخل الاقي عليه خدمتين ثلاثه، لا منصه كامله، يعني اول ما اخلص مكانه التطعيمات احط كومبوننت للتطعيمات على التطبيق، اول ما اخلص مكانه تنظيم الاسره احط كومبوننت تنظيم الاسره على التطبيق، اول ما اخلص مكانه العيادات الخارجيه في المستشفيات احط كومبوننت وهكذا، فيبقى
كل الخدمات الالكترونيه او كل الخدمات الصحيه اللي بتقدم من خلال وزاره الصحه تبقى بتظهر في التطبيق تباعا، عن طريق ان انا بحدث التطبيق كل اسبوعين كل شهر جميل جدا، ده وبنزل كان خدمه الهدف جديده الاساسي من للناس. التطبيق، ولكن عندما واجهنا بقى بالظبط. هذه الجائحه لازم الامر ان احنا نخرج بالتطبيق بسرعه ونركز على كورونا. صحيح، احنا اشتغلنا على التطبيق ده من شهر 3 تقريبا يعني، الحمد لله انجزناه في حوالي 5 اسابيع الحمد لله. اول حاجه حضرتك بتلاقيها في التطبيق لما بتنزله، وبعد ما بتدخل رقمك القومي ورقم موبايلك، بتلاقي شاشه اسمها المقالات. المقالات دي شاشه فيها كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها عن كورونا، فيها اكتر من 120 مقال. المقالات دي بيتم تحديثها يوميا، يعني كل يوم بننزل محتوى جديد عشان يظهر للناس. ايوه المحتوى ده قد يكون فيديو، قد يكون انفوجراف عن طريق صورة فيها كل المعلومات اللي انت عايزها، او قد يكون نص مكتوب تقراه وتعرف المعلومات اللي انت عايزها. فيها كل حاجة عن كورونا، ما سبق واللي جاي كمان. يعني احنا مثلا اول ما نزلنا بخطة التعايش اللي الدولة اقرتها، يعني كل تفاصيل خطة التعايش موجودة، ازاي نتعامل مع كل حاجة من الحاجات اللي حوالينا. مثلا ازاي اتعامل مع فرد بتاع الدليفري، ازاي انزل اشتري حاجات من السوبر ماركت واتسوق تسوق امن من غير ما تعدي، ازاي اعمل وقاية لنفسي. طب لو لا قدر الله حد في البيت عندي مصاب واتقال له انت في عزل منزلي، انا محتاج احضر ايه في البيت عشان يكون يصلح ان يكون عزل منزلي؟ طيب انا هتعامل مع الشخص المصاب اللي في عزل منزلي ده ازاي عشان ما تعديش منه؟ وهكذا مجموعة كبيرة جدا بتغطي كل الأسئلة اللي الناس عايزاها في نفس الوقت. حضرتك بتتكلم عن المقالات، ولكن التطبيق يحتوي على ما هو أكثر من المقالات بكثير. صحيح، ده كان اول شق في التطبيق، اول شاشه. تاني شاشه اسمها اسئله شائعه، جبنا اكتر 50 سؤال اتسالوا في الكول سنتر وحطينا لهم الاجابات العلميه عن طريق الاطباء ونزلناها في التطبيق جاهزه. تقدر تدوس على اي سؤال او حتى تبحث عن جزء من كلمه فيطلع لك كل الحاجات اللي بتتكلم عن الموضوع ده بشكل مباشر. وإزاي بنختار الأطباء اللي بيردوا من خلال هذا التطبيق يا باشمهندس؟ لا يا فندم، الاطباء دول يعني في لجنه علميه عندنا في الوزاره لموضوع كورونا، وهي اللي كانت بتجاوب الاسئله ايوه عشان يتحط الاسئله دي جاهزه. انا مش محتاج ان يكون في بني ادم هو اللي بيرد على المواطن، لا، ده انا محتاج ان يكون عندي قاعده بيانات ونولج بيز، يعني تكون قاعده المعلومات دي هي اللي بتظهر اوتوماتيك للمواطن، ما استناش ان حد يفضل يرد، والا لو جبت جيش من الدكاتره مش مش عدد كبير هيقضي. يعني من الدكاتره مش هيغطي. بالظبط كده، فكان لازم يبقى في شغل شويه بالذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج عشان تبقى الحاجه بتترد عليها بشكل سريع وفي نفس الوقت مناسب للسؤال اللي حضرتك بتساله. ده الحقيقة كان أنه اول جزء. أيضا من مميزات هذا التطبيق يا باشمهندس أنه كل من دخل عليه حس أنه هو تطبيق سهل مش معقد، يعني لأنه مش كل الناس بتتعامل مع التكنولوجيا بنفس الطريقة، يعني حتى كبار السن لما دخلوا عليه قالوا أنه هو تطبيق مفيد جدا. إزاي تقنيا تم يعني عمل هذا التطبيق بحيث يكون فريندلي أو صديق لمن يدخل عليه؟ هو ده يا فندم الاستراتيجيه اللي احنا بنبيعها دايما في وزاره الصحه، انه كل ما كنت بسيط كل ما هتنجح اكتر، كل ما كنت بتقدم الحاجه بشكل بسيط وسهل كل ما الناس قدرت تتعامل مع الموضوع ده بشكل سهل، وبالتالي تقدر توصل لكل الناس بكل الفئات ايا كان وعيها التكنولوجي. نفس اللي عملته في 100 مليون صحه قبل كده، لما عملت السوفت وير بيشتغل عليه ناس اول مره تستخدم الكمبيوتر، وعلى الرغم من كده كانوا بيتعاملوا معاه بشكل سهل ويسير وبيدخلوا الداتا. كل ما كنت سيمبل اكتر كل ما كان فرصك اكبر في انك توصل لكل صحيح. الفئات ايا كان وعيها التكنولوجيا يعني. فده كان كم واحد دخل على التطبيق لغاية دلوقتي يا باشمهندس؟ والله فعلا حتى الان تم تحميل التطبيق عن طريق 1,350,000 فرد لغايه دلوقتي الحمد لله رب العالمين. طيب احنا اتكلمنا عن المقالات والأسئلة الشائعة، ماذا يوجد أيضا في التطبيق؟ حطينا سيكشن تاني اسمه ابلاغ. كنا قبل كده في الفترة اللي فاتت قبل خطة التعايش كنا دايما بنتلقى البلاغات على 105 الكول سنتر، الخط الساخن بتاعنا ايوه 105، وكان كل ما يحصل أي حدث أو قرار جديد يتاخد عدد المكالمات بتزيد، فبالتالي عدد الموظفي خدمة العملاء ما بيكفيش، فبالتالي ساعة بعض الأحيان كان المواطن بينتظر فترة طويلة على المكالمة لغاية لما يترد عليه. عشان كده فكرنا، وده نفس اللي عملته دول العالم على فكرة، يعني فكرنا ان يكون في طريقه آلية مش محتاجه تدخل بشري، يكون عن طريقها المواطن قادر يبلغ. بيدخل على شاشه ابلاغ يلاقي زرار اسمه ابلاغ، اول ما بيدوس عليه بيساله طب حضرتك بتبلغ عن حالتك ولا حاله شخص اخر؟ أيوة. فلو اخترت عن حالتي مثلا فبيسالني مجموعه من الاسئله كده اللي من خلالها بيقدر يصنف حالتي،
حاجه من ثلاثه، يا اما انا ماليش علاقه بالكورونا، انا الحمد لله عندي برد او عندي اي حاجه ثانيه مالهاش دعوه بكورونا، او لا ده انا مخالط لكن لسه ما ظهرش عندي اعراض، فانا كده محتاج ان انا اتعز العزل المنزلي واقول له ازاي ينفذ العزل المنزلي بتاعه وايه اجراءاته. يا اما الحاله الثالثه ان انا اكون فعلا مشتبه في اصابتي بكورونا. في الفتره الاولانيه كنا بنقول سيتم التواصل مع حضرتك على رقم التليفون الفلاني اللي انت سجلته في الاول، وبالفعل كان ناس من غرفه العمليات بيتواصلوا مع المواطنين عشان يتاكدوا اكثر من حالتهم، ثم يوجهوهم بانهم يبعتوا لهم عربيه اسعاف او هكذا. في الفتره بتاعت خطه التعايش تم تغيير استراتيجيه شويه. بقى دايما لما حد بيبلغ ويبقى تصنيفه انه فعلا مشتبه انه يكون مصاب بكورونا، بقينا بنصحه مباشره يروح لاقرب مستشفى، عشان من يعني لأقرب كل اللي هيعمله مستشفى يلبس طبقا الماسك. لموقعه أو موقع سكنه، وده أيضا بيحدده التطبيق من خلال البيانات اللي بيدخلها بالظبط المواطن. بالظبط كده فندم. عشان كده لما غيرنا الاستراتيجيه عملنا تحديث على التطبيق وزودنا حاجه اللي هي امكانيه انك بمنتهى البساطه تروح على شاشه المستشفى، هيعرض لك قائمه باقرب موقعك، هيسالك الاول ممكن تفتح اللوكيشن، تفتح اللوكيشن بتاع حضرتك، بيعرض لك اقرب المستشفيات لموقعك وعنوانها ايه، كم بحيث انك لو دوست على اي مستشفى اوتوماتيك بيحولك على جوجل اللي بيرسم لك الطريق من ما انت واقف فيه لغايه باب المستشفى، يقول لك خش على طول هتلاقي المستشفى في وشك. فبالتالي بقت الطريق اهل وبطل لكل الناس تعرف اقرب مستشفى يقدروا يتوجهوا لها حاله الاشتباه الاصابه. طيب ان شاء الله مين طب خلال باشمهندس، يعني عايزين القادم نعرف من حضرتك كمان انه هذا التطبيق زي ما ذكرت في بداية الحديث ما هواش كان مخصص في البداية لكورونا او لكورونا فقط، الآن وقد اهتممنا بكورونا بهذا الشكل على هذا التطبيق، امتى هندخل على الخريطة الصحية لمصر والأمراض الأخرى؟ يعني هو ان شاء الله رب العالمين اعتبر جاي في بيقول تحديثات. زمان التحديثات دي حاجه خاصه بالكورونا. احنا بنعمل ايه؟ بندرس المشاكل اللي بتجي لنا على الكول سنتر واللي الناس بتتداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، ندرسها بشكل كويس، ثم بنشوف الاعلى والاهم والاكثر اولويه منهم ونبتدي نشتغل عليه ونحط له حلول تكنولوجيه تسهل على الناس. ان شاء الله رب العالمين. رب العالمين في مشكله من اكبر الحاجات اللي بتواجه الناس، ان شاء الله خلال اسبوع سيتم اطلاق تحديث جديد على التطبيق يساعد على حل المشكله دي. كمان في تحديث خلال نفس الاسبوع ده هيكون من ضمن نفس التحديث انه حضرتك تقدر بمنتهى البساطه من نفس الشاشه بتاعت انك تعرف اقرب مستشفى، تقدر تقول له لا انا عايز اعرف اقرب بنك دم ليا فين، فراح اعرض لك خريطه بكل بنوك الدم، فبالتالي تقدر تتوجه للتبرع او تلقي الدم من احد مراكز نقل الدم المعتمده اللي هي بتاعت وزاره الصحه. اقدر ازود العيادات الخارجيه، اقدر ازود مراكز الاورام. فبالتالي في مجموعه كبيره من التحديثات ان شاء الله رب العالمين نازله الاسبوع الجاي، فيها ما يخص كورونا وفيها ما يخص بقيه الخدمات اللي بتقدمها وزاره الصحه بشكل عام. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى هذا التطبيق الحقيقة الهام جدا لصحة المصريين. كنت معنا عبر سكايب المهندس أيسم صلاح رئيس الإدارة المركزية بالمركز القومي لمعلومات الصحة بوزارة الصحة والسكان، شكرا جزيلا لك.